نقاش هذا الموضوع رحب بضيفنا من الخرطوم السيد مصطفى حبشي الناشط في الشأن الإنساني في إقليم تجراي. سيد مصطفى مرحبا بك معنا. التقارير إذن تشير إلى أن أكثر من مليون شخص هم إما يعانون من المجاعة أو على حافتها في هذا الإقليم المضطرب. إلى أي مدى فعلا تعكس هذه الأرقام صورة قاتمة إزاء حال المدنيين في هذه المنطقة؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ بداية العملية العسكرية التي قام بها أبي أحمد كان هدفها تدمير البنية التحتية لتجراي والمشاريع التنموية والمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والاستيلاء على أراضي غرب تجراي المعروفة بخصوبة أراضيها، كما منعت القوات الإريترية والأثيوبية دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حيث أصبح أكثر من 90% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وطبية. حتى بعد وقف إطلاق النار المزعوم قامت قوات الأمحرة الخاصة بتدمير 6 كزة لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للسكان داخل الإقليم. لكن لا شك الأوضاع الأمنية سيد مصطفى تظل هشة، وتظل هذه التقارير ترصد حال المدنيين وأوضاعهم السيئة في هذا الإقليم. إلى أي مدى بيخشى من أنه أي عودة للتصعيد فعلا في هذه المنطقة سيؤدي ذلك لتوسيع دائرة هذه الأرقام وارتفاع أعداد من يعانون المجاعة أو يقفون على حافتها أو يعانون أوضاعا إنسانية متفاقمة؟ كما أسلفت لك، الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، يعني هنالك حوالي 90% من سكان شعب تجراي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وصحية، وأيضا الحرب الحالية لم تتوقف، وما أعلن عنه عن وقف إطلاق نار كان النتيجة لهزيمة القوات الأثيوبية على أيدي قوات دفاع تجراي بالعملية التي قامت بها تحت مسمى الرأس ألولاء أبا نجا، حيث أسرت 3300 جندي أثيوبي وقتلت أكثر من 10,000 جندي، ومن القوات التي تتبع للجيش الإريتري وقوات إقليم أمحرة. سيد مصطفى، التقارير الدولية تتحدث عن أنه 400 ألف شخص يعانون من المجاعة في الإقليم، وأنه أكثر من 1,800,000 شخص يقتربون منها، لكن في نفس الوقت تشير هذه التقارير إلى أنه الأرقام ربما تكون أكبر، هل الأمر كذلك؟ أعد السؤال أستاذ، الصوت يتقطع. هل أرقام من يعانون المجاعة أو ربما يقتربون منها وفق التقارير الدولية هي تقدرها، لكن في نفس الوقت هذه التقارير تقول بأنه الأرقام ربما تكون أكبر من ذلك، هل واقع الحال يعزز هذه المخاوف؟ نعم، الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير، لأني كما أسلفت لك منذ بداية الحرب منذ أكثر من 7 أشهر يعني كان هناك حصار مفروض على إقليم تجراي ومنع دخول أي مساعدات من أي نوع لسكان الإقليم، كما أيضا يعني تم حرق المحاصيل الزراعية والمخازن التي يعني كانت بها الذرة التي اقتاد بها المواطنين، فلذلك قد يكون الوضع أسوأ من ذلك بكثير. شكرا على مشاركتك معنا من الخرطوم السيد مصطفى حبشي الناشط في الشأن الإنساني في إقليم تجراي، شكرا جزيلا لك.